انطلق يوم أمس الثلاثاء في مدينة الرياض المعرض السعودي الدولي للاتصالات وتكنولوجيا الجوالات، والذي يستمر لمدة 3 أيام بمشاركة العديد من القطاعات الحكومية والشركات المحلية والدولية. ويأتي المعرض انطلاقا من رؤية المملكة في دعم هذا القطاع وتطويره، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى منه في تطوير فعالية أجهزة الدولة نحو التحول الرقمي. للمزيد من المعلومات حول هذا المعرض انضم إلينا عبر الهاتف المهندس سعد بن علي القحطاني، هو رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض والمؤتمر. مساك الله بالخير مهندس سعد. مساكم الله بالنور والسرور، حياكم الله. أهلا وسهلا، حياك الله. وبداية لو تحدثنا عن أهداف المؤتمر سعودي موبايل شو، أو المعرض السعودي الدولي للاتصالات. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر قناة المجد على استضافتها للتوضيح ونقل صورة سريعة ومختصرة عن الحدث الأهم في قطاع الاتصالات. معرض سعودي موبايل شو في نسخة الثانية يستهدف 16 قطاع من قطاعات الاتصالات، أو 16 سكتور، من أهمها التحول الرقمي والمدن الذكية والأمن السبراني والأوتوماتوف والبلوك تشين، أيضا الديجيتال هيلث، الثورة التكنولوجية في العالم المتمثلة في 5G، طبعا شركات مشاركة، شركات دولية وشركات محلية شاركت في المعرض معرض سعودي موبايل شو. انتقينا الشركات لنستحدث هذه القطاعات اللي تم ذكر بعضا منها. اي عطنا ابرز الشركات. ابرز الشركات طبعا بمشاركه استراتيجيه مع جامعه الامير سطعم تحت يعني لدي كليه الهندسه تتمثل في اختراعات الطلاب، اختراعات ذكيه، وامانه مدينه الرياض اللي هي اللي بنت او تمثل البنيه الاساسيه للمدن الذكيه، شركه هواوي رائدة الـ 5G في العالم، أيضا أبشر القطاع الحكومي المطبق للحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، كذلك وجود البنك التنمية الاجتماعية يتمثل في دعم حقيقي ومباشر لرواد قطاع الاتصالات. ما شاء الله. نعم، هناك أيضا شركات أخرى مشاركة يعني لا يسعني ذكرها جميعا. صحيح. وجود الطلاب من لديهم مشاريع التخرج والشركات الناشئة أبرزوا اختراعاتهم وإبداعاتهم في قطاع التكنولوجيا وصناعة الروبوتات وطائرات الهي فانتوم الروبوت اللي هو أصبح الآن هو سيد الموقف. تستخدم المصانع، تستخدمه. نعم. إذا مهندس سعد، إحنا نتكلم عن ما شاء الله المعرض تواجد كبير من مختلف القطاعات، مختلف الجهات، كذلك يعني أيضا دعم للطلاب. شكرا جزيلا لك مهندس سعد بن علي القحطاني، وأنت رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض والمؤتمر، علما أن شبكة المجد هي راعي في هذا المعرض والمؤتمر، كذلك لها تواجد في أحد الأركان عبر منصة هادف، وهي أحد التطبيقات الذكية اللي متواجدة في هذا المعرض.